مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الحقيقه وحشتوني الفتره اللي فاتت جدا، لكن الظروف بقى المرضيه والدور اللي جالي ده يعني كان تعبني جدا ومنعني من الظهور مع حضراتكم. وان شاء الله خدوا بالكم، بس اهم حاجه في الايام الصعبه دي، ايام البرد اللي جايه دي، وان شاء الله ما نغيبش عنكم تاني. الحقيقه يعني الاحداث كانت كتير الاسبوع اللي انا غبته ده، ما بين كاس عالم وبين كاس سوبر، والزملاء غطت كاس العالم وبرونزيه الاهلي وكل الحاجات الانجازات الكبيره اللي عملها النادي الاهلي. لكن خليني ابدا بكاس السوبر وبروح بعد شويه لكاس العالم والبرونزيه، يعني على اعتبار ان الاهلي متعود ياخد البرونزيه ومتعود يبقى على منصه التتويج في كاس العالم، يعني ابى من ابى ووافق من وافق، حب من حب وكره من كره. هو الاهلي متعود اول ما تقول كاس العالم للانديه في الاغلب بيقف على منصات التتويج. لكن خليني في كاس السوبر المصري ليا بعض الحاجات، خصوصا في فكره ان في ناس ساعات تقول كلام مش صح وتصدقه وتبني عليه احلام وتبني عليه امال، وهو اساسا ما فيش اساس، يعني ما فيش موضوع في الاصل، ما فيش موضوع، لكن الناس تقول كلام وتصدقه وهو مش حقيقي يعني. وبقول الكلام ده بمناسبه نادي بيراميدز في أكتر من حاجة انكشفت في كاس السوبر تي الحقيقة. يعني أول حاجة لفت نظري فيديو اتعمل قبل البطولة زي برومو كده، ونجوم بيراميدز ونجوم كبار زي عبد الله السعيد ورمضان صبحي، لدرجة إن هما في الإدارة أقنعوا عبد الله السعيد ورمضان صبحي إن في جمهور لبيراميدز في الإمارات. معرفش على اعتبار إنه ملاك النادي إماراتيين، فلما يروح الإمارات يبقى ليهم جمهور، معرفش الحقيقة. خلينا أوريكم قبل البطولة قال ايه عبد الله السعيد ورمضان صبحي، نشوف. جماهيرنا في الامارات مستنيينكم في ماتش السوبر، مستنيينكم تمروا المدرجات كلها ان شاء الله. جمهورنا اللي في الامارات ان شاء الله مستنيين مساندينكم في مباراة السوبر اللي جاي ان شاء الله. السوبر مستنيينكم تمروا المدرجات كلها ان شاء الله. جمهورنا اللي في الامارات ان شاء الله مستنيين مساندينكم في مباراة السوبر اللي جاي ان شاء الله. جماهيرنا في الامارات مستنيينكم في ماتش السوبر، مستنيينكم تمروا المدرجات كلها ان شاء الله. جمهورنا اللي في الامارات ان شاء الله مستنيين مساندينكم في مباراه السوبر اللي جايه ان شاء الله. جماهيرنا في الامارات مستنيينكم في ماتش السوبر، مستنيينكم تمروا المدرجات كلها ان شاء الله. يعني ده ما اعرفش يعني هل رمضان صبحي وعبد الله السعيد بيقولوا ده عن قناعات بجد؟ خلينا اوريكم جمهورهم في الامارات ايه. وريني يا ابني كده الجمهور اللي كان في ماتش بيراميدز ومودرن فيوتشر، وده افتتاح كاس السوبر المصري او سوبر الابطال. ادي الاستاد، ادي الاستاد، ما اعرفش الكراسي البيضاء ده انا اعتبرها جمهور ولا ايه، ما اعرفش. ادي الاستاد قبل الماتش بدقايق، مفيش صريخ ابن يومين، لا في ثلاث صريخين اهم او سته او سبعه يمكن. ده انا حتى وانا بتكلم بقول لهم ده المخرج، ادي الاستاد اهو، يعني ده الاستاد محمد بن زايد اللي انطلقت عليه مباراه بيراميدز وفيوتشر مودرن فيوتشر، وبعد كده اتلعب مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا. وهنجيب لكم ماتش للاهلي بتاع سيراميكا برضه، هتقولي لقطه كده للجمهور اذا كان عندكم يعني. طبعا مش محتاجين، بس برضه لانه الاهلي جمهوره كده كده غفير جدا. ادي الجمهور لدرجه ان المخرج يعني هم خمسه سته اللي قاعدين، معرفش موزعين عليهم تيشيرتات، هما موزعين تيشيرتات يا جماعه مش كده؟ بيراميدز بصوا 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 بقى، بصوا يا جماعه ادي الجمهور. انا بس عايز افكر رمضان صبحي وعبد الله السعيد، اصل هما لعبوا للاهلي وكانوا نجوم كمان كبار في الاهلي، عايز افكرهم بيعني ايه كلمه جمهور، وبعدين يعني ايه كلمه طموح. يعني انا هفكرهم يعني ايه كلمه جمهور، وبعدين افكرهم يعني ايه كلمه طموح. ده جمهور النادي الاهلي اللي كان بعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في نص ساعة المدرجات اتملت. يعني بعد الماراثون بتاع ركلات الترجيح الطويل الكتير اللي اتلعب امبارح ده، خلص 14 13 17 ركلة ترجيح كل نادي في نص ساعة اتملت المدرجات كده. انت تعرف تحط لي دي تعمل فيكس كده توقفها وتحط التانية قصاد بعض؟ يعني هات لي كده دي ودي، تعرف؟
يبقى جنب بعض كده. يعني ليه بقول الكلام ده؟ علشان خاطر اعرف اللعيبه، هو انتوا الاداره اقنعتكم ان بيراميدز ليه جمهور؟ وده مش عيب ان ملوش جمهور على فكره، بس اقتنع ان ملكش جمهور. يعني اقتنع، مش معقول يبقى ابو العربي في كل حاجه. مش ممكن. بيراميدز ملوش جمهور، خلاص. مهما تعمل ملكش جمهور. انت لا انت اهلي ولا انت زمالك ولا انت اسماعيلي ولا انت مصري ولا انت اتحاد ولا انت محله ولا انت اسوان ولا انت منصوره ولا انت شرقيه ولا انت المنيا ولا انت انت مش اي حاجه في الناس دي خالص. هو ده الجمهور بتاع الكره المصريه على فكره. يعني لفتت نظري دي جدا. كمان عايز افكر رمضان صبحي بحاجه، وليه بفكر، ليه بفكره؟ مش قصه ان انا يعني عايز اقصو عليه او عايز يعني اكيده، لا خالص يعني، بس عايز اعرفه عشان اللي بيفكر بنفس الطريقه ربما يجي نجوم كبار يفكروا بنفس الطريقه بتاعت رمضان، يعني يشوفوا الفرق واللي حصل. احنا بنتكلم بعد مرور دلوقتي كام، 4 سنين يمكن رمضان مشي من الاهلي من 2020، داخلين في السنة الرابعة، ده الموسم الرابع، يعني من بعد ما رمضان مشي من الأهلي يمكن في أغسطس 2020 أنا متذكر. فأنت بتتكلم احنا في السنة الرابعة دلوقتي، مستمرين في السنة الرابعة. أدي أهو، هذا الفرق بين جمهور بيراميدز اللي هم قالوا لنا عليه، اللي هي الكراسي دي، أنا ما أعرفش الكراسي يمكن بتشجع، ما أعرفش، وبين جمهور النادي الأهلي في المباراة النهائية. طيب عايز افكركم برمضان صبحي قال ايه من 3 سنين ونص لما راح بيراميدز. نشوف. مهم جدا نادي بيراميدز باختياري انا، عشان النادي دوت زي ما انا قلت مش عايز اعيد الكلام تاني. الناس دول بيفكروا، وانا شفت فكرهم بيفكروا زي اوروبا بالظبط، عندهم طموحات كتيره جدا، وانا بالنسبه لي تشالنج، مش بالنسبه لي الموضوع مش فلوس، الموضوع اللي انا جاي هنا النادي بيفكر لقدام، وانا عجبني جدا تفكيرهم وصراحتهم وكل حاجه هم بيعملوها. انا بشوف ان هم بيتعاملوا زي بره بالظبط، فانا شايف ان دي كانت هتبقى خطوه كويسه ليا دلوقتي، وان احنا ان شاء الله ننافس على البطولات السنه الجايه. فالناس انا حسيت ان هم طموحهم قريب من طموحي ومن اهدافي، فهو ده اللي خلاني اختار. دي طموحات رمضان صبحي اللي قاله عن طموحاته، يعني لما اتنقل من النادي الاهلي وراح نادي بيراميدز، وحاول ان هو يعني يقنعنا بانه رايح لاجل الطموح. طيب رمضان صبحي مشي من 2020، انتهت اعارته من هدرسفيلد للنادي الاهلي في اغسطس، ثم انتقل الى بيراميدز وكان ضجة ضخمة جماهيرية جدا. ورمضان قال انا رايح عشان احقق بطولات وطموحات مع نادي بيراميدز اللي بيفكر بتفكير اوروبي. احنا دلوقتي في السنة الرابعة، عدد البطولات اللي حققها بيراميدز زيرو، مع انه الاربع اندية اللي شاركوا في كاس السوبر او اللي بيشاركوا في كاس السوبر دلوقتي منهم 3 محققين بطولات. الاهلي طبعا ملناش دعوة بيه، ده في حتة تانية، يعني ده ارقام فلكيه بينافس يعني انديه العالم في عدد البطولات. انما ده حتى سيراميكا واخد كاس الرابطه، المودرن فيوتشر واخد كاس الرابطه السنه اللي فاتت، بيراميدز مش واخد حاجه خالص. وهم رايحين كمان قال لك احنا رايحين نرجع بالسوبر عشان نهديه لملاكنا في الامارات وجمهورنا والكلام العظيم اللي قالوه ده. طب في الثلاث سنين وشويه رمضان صبحي زيرو بطولات مع بيراميدز، الاهلي اللي هو مشي منه عشان يحقق الطموحات في بيراميدز 11 بطولة، 2 دوري عام، 2 كاس مصر، 3 دوري ابطال افريقيا، 2 سوبر مصري، 2 سوبر افريقي، 3 ميداليات برونز في كاس العالم للانديه. هو ممكن رمضان ياخد برونز في رابطه اذا كسب يوم الخميس سيراميكا في رابطة في اسمه سوبر كاس السوبر اللي في الامارات، ممكن ياخد برونز الحقيقه، يعني ممكن يكسب سيراميكا، وارد
والله اعلم برضو سيراميكا فريق مش سهل يعني، ممكن يكسب سيراميكا فياخد برونز، يبقى دي الميداليه الوحيده اللي يبقى حققها مع البيراميدز. طبعا الناس على السوشيال ميديا مش سايبين الكلام ده، يعني بعد اللي حصل امبارح، خصوصا في ظل اللي قاله باتشيكو في المؤتمر الصحفي. باتشيكو قال كلام غريب جدا في المؤتمر الصحفي، في حاجة بتزرع جوه الناس اللي تروح تشتغل في بيراميدز افكار غريبة جدا، زي فكرة الطموح واحنا هنخش الدغدغ الاهلي والزمالك. ما بيحصلش، الاهلي مالناش دعوة بيه، بيكسب كل حاجة، حتى الزمالك هو في اسوأ مستوياته بيدغدغ بيراميدز باسمه، حتى باسمه، زي انه بيراميدز عنده جمهور، وريتكم الاستاد في كاس السوبر ما فيهوش صريخ ابن يومين، يعني انا كنت بسمع صوت جنش وهو بيتكلم، وبسمع صوت رمضان وهو بيتكلم، والحكم وبيدي تعليمات، كنا بنسمعها كلنا اتفرجنا على الماتش امبارح يعني.